سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دائما نحب نطلع عليكم بكل معلومات حلوة، بكل أشياء إيجابية، بكل تطور نوعي لشبكة بي جود العلاجي. اليوم تطور مميز رائع بانضمام الزميلة سجى، أخصائية العلاج الوظيفي ضمن الشبكة. أهلا سجى، حياك الله وأهلا وسهلا بوجودك معنا. اليوم نحكي عن العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي، تداخلهم مع بعض، هم تخصصين مكملين لبعض كتير، لو اشتبكوا مع بعض بعثوا نتائج أفضل فأفضل فأفضل، بالذات لو كنا في البدايات متفاهمين على البرنامج العلاجي، صح؟ نعطي مثال صغير، بعض الحالات الشلل النصفي، بيجي المريض عنده يد ورجل ما بتحرك. أنا كعلاج طبيعي ببدأ بموضوع التأهيلي من حيث أني أحرك المفاصل وأني يقوم بوظائف الحياتية، زي مثلا يقوم من السرير للجلوس، من الجلوس للقيام. العفو منكم، لو وصل المرحاض أو الحمام وما إلى ذلك بعتقد أنه النجاح التام وصلته أنا. شو بضيف العلاج الوظيفي لهذه الحالة؟ هلا انا كعلاج وظيفي بوجه العضله لمكانها الصحيح، بشتغل على تفاصيل اكثر زي المهارات الحركيه الدقيقه، زي انه كيف يكون الشخص مستقل بذاته، يروح على الحمام لحاله، يمشط لحاله، كامراه تطبخ، تشتغل في البيت، تربي اولادها، وكل هاي الامور. يعني بنهدف الهدف الاساسي اللي هو يرجع لايش المريض نفسه بده اياه. جميل. بعض الحالات اللي صادفتهم وهيك بدخل الموضوع عندي الان، كانوا رجال أعمال بوقعوا كتير يعني، فبعد الإصابة صار التوقيع صعب، هل ممكن العلاج الوظيفي يضيف شيء بهذا الموضوع؟ أكيد، إحنا بنشتغل أصلاً على مهارات الكتابة، مهارات ما قبل الكتابة، وخصوصاً كمان بعد الجلطات الدماغية بنشتغل على المهارات الحركية الدقيقة اللي لها دخل كتير كبير بالتوقيع وكتابة الأسماء وما إلى ذلك. جميل جداً. طيب العلاج الوظيفي طبعاً علم كبير، فيديو واحد يمكن ما قدر نغطي كل شيء، لكن خلينا نحكي مثال آخر، الأطفال، حالات الأطفال سواء شلل دماغي أو ديلي عندهم تأخر معين، إلى أي مدى العلاج الوظيفي يقدم شيء معين لهذول الأطفال؟ هلا كعلاج وظيفي هدفنا الأساسي إذا كان طفل إيش الأم حاسة في نقص لابنها بين الأولاد الثانيين، بنشتغل على المهارات الإدراكية، مهارات ما قبل الكتابة، لحالات الشلل الدماغي للأطفال بنشتغل على طريقة الجلوس، على التون، تحريك العضلات معكم طبعاً. طبعاً بالتشاركية دائماً، بالذات لو بدأنا البرنامج من بدايته. الحالة بدأناها مباشرة مع بعض، بنحط خطة علاجية، بنشتكي احنا مثلا على حركة معينة بتشتغل انت على وظيفة معينة، بنجيبها مع بعض، النتائج اسرع، مريضنا بوصل للفول ريكفري. مش يعني في ناس للاسف نظرتها فقط ل 70%، بس احنا بي جود نظرتنا لل 100%. ان شاء الله ان شاء الله بوجودك حنجيب ال 100% ان شاء الله. فبالاوستيوباث علاج طبيعي، علاج وظيفي، وقريبا النطق ان شاء الله حيكون معنا، كل هاي الامور متواجدة ان شاء الله بخبرات راقية، كلها ان شاء الله لخدمة مرضانا على اعلى درجة. شكرا سجى. اهلا.